هذا أبو عبد الله يقول: فضيلة الشيخ، سؤالي حول التوسل، ما هو التوسل؟ وإذا جعلت شخص واسطة بيني وبين الله مع علمي بأن الله هو القادر على ذلك وهو النافع الضار، وهذا الشخص لفضله عند الله. التوسل هو التقرب إلى الله عز وجل، والوسيلة هي القربة والطاعة، وليس المراد بالوسيلة اتخاذ شخص بينك وبين الله، هذا لا يجوز. لا يجوز أن تجعل بينك وبين الله واسطة، ادعو الله مباشرة بدون واسطة، لأنه لم يرد دليل على جعل الواسطة بين الداعي وبين الله من خلقه، لا يجوز هذا، هذا من البدع، وقد يكون شركا إذا صرف لهذا الواسطة شيء من العبادة، إن ذبح له أو نذر له، وهذا واقع من عباد القبور اليوم، يعبدونهم بالذبائح وبالقربات كما فعل أهل الجاهلية، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه حجتهم وهي باطلة. الله ليس بينه وبين خلقه وسائط من المخلوقين، الله أمرنا بعبادته وأمرنا بدعائه وسؤاله بدون وسائط. نعم.